ما كانش لازم تتعب نفسك. لا ده انا اتعب نفسي ونص كمان. طب ومكتبك؟ انا اديت للمكتب النهارده اجازه. كمان ده انت كده ناوي تقعد معايا اليوم كله بقى؟ بصراحه اه. شكلك كده قلقان، قلت تيجي تشوفني شايفه شغلي ولا لا ولا ايه؟ لا والله. ولي لا والله، انت لو متاكد من شهد انها تعرف تدير الشغل كويس قوي كنت بالتليفون بس كده تطمن عليا مش اكتر. وليه ما تقوليش بقى ان انا عايزه اطمن عليكي في مكانك الجديد؟ ده كده كتير عليا والله. لا كتير ولا حاجه. ما تقلقش يا عزت، انا هرجع شهدي بتاعت زمان، لما اخد خطوه في طريق نجاح هكمله للاخر، ما تخافش. عميل والله. تاخدي تردي؟ اه ارد قوي عادي يعني. الو. اه تليفون الاستاذ عزت، خطيبته. انا خطيبته. اه اتفضلي معاكي. ايوه يا فندم. اه معلش المكتب النهارده كان قافل، ظرف طارئ. اه بكره ان شاء الله هكون في الميعاد ان شاء الله. شكرا يا فندم. بريء انا اهو، تليفون شغل. ماشي براحتك بتاع التليفونات البريئه، انا هقوم اخد لفه كده في المصنع، تحب تيجي معايا ولا تقعد ترد على التليفون؟ لا انا هستناك. ماشي براحتك. ايه ده ايه ده؟ واخد بعضك ورايح على فين؟ لا مفيش خروج الا ما تتعافى باذن الله. الحمد لله انا زين. ايوه يا حبيبي الحمد لله، بس احنا برضو مالناش غيرك يا مروان، ما انت كبرنا يا حبيبنا. تقلقيشي انا باجي اتعامل خير. عاوزه فلوس؟ يعني عايزه اشتري شويه حاجات كده. عاوزه تشتري شويه حاجات ولا عاوز احجك؟ وبعدين بقى بص انت اللي بتفتح المواضيع اهو. اصلي بيني وما بينك انا في دماغي سرينه عماله تطلع لفوق ومش عارفه افكر. ليه كل دي؟ يعني بقول يعني لو انت يعني نويت فعلا تدي كل واحده حقها يبقى خير وبركه. كلمي شاهد، هي محاميه وعارفه كل حاجه. تحسب الحسبة واللي هيطلع لك انا هديهولك. الله يكرمك. احنا هنعيده تاني يا جبرية؟ اصل انت مش فاهمة حاجة يا اختي. انا بقصد بدل مروان ناوي يدي كل واحدة حقها، ليه الكلام ده ما يبقاش على ورق؟ وبعدين في الاول وفي الاخر كل حاجة هترجع لمروان تاني وتبقى في ايده، ما هو كبرنا. طب لازمتها ايه عاد؟ الله، لازمتها ان الواحد يعرف راسه من رجليه. جرى لك ايه يا جبريل؟ خلاص خلاص، لما تتفقوا كلموني. سلام. رايح فين؟ عند مشوار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جرى ايه يا جبريل؟ مالك يا اختي متزرزره ومضايقه روحك ليه؟ احنا مش يا وليه متفقين وتصالحنا وقلنا صافي يا لبن حليب يا قشطه، ولا انت رجعت في كلامك تاني؟ ما رجعتش، لكن اللي قلته ده يخوفني. يخوفك من ايه بس؟ وانا هاخد الفلوس واجري؟ وتاخدي فلوس ليه؟ ما انت قاعده تاكلي وتشربها، عايزاه تاني. الحمد لله. هو انا اصلا بتكلم معاكي ليه؟ انا اتكلمت مع مروان وقال لي من عيني من عيني يا أم كريمه اللي انت عايزاه، كل طلباتك مجابه. طب خلي مروان يعمل لك حاجة من غير ما يقول لي وأنا أقتلك أنت وهو في يوم واحد. ليه تقتلينا ليه؟ يا جبرية يا حبيبتي أنا كل اللي أقصده إن البنات يبقى معاهم حقهم على ورق مش أكتر. أها، لما يبقوا متجوزين أغراب. وليه أنت؟ هتجننيني؟ بقول على ورق مش هاخد فلوس، يبقى معاهم حقهم على ورق في حاجة دي؟ وليه تروحي تتكلمي مع مروان من غير ما تقولي لي إنك هتتكلمي معاه؟ نعم يا اختي. ايه شايفاني نغة ولا عيلة صغيرة؟ اجي اخد منك الاذن. عن اذنك يا ابله جبرية اروح اتكلم مع عمو مروان. صح تاخدي الاذن،
أنا أم الولاد اللي في يدهم البيت والفلوس وكل حاجة. ما تنسيش يا ست جبرية، أنا كمان مرات عبد الله الله يرحمه وعبد الحكيم الله يرحمه، يعني ليا قدك مرتين كمان. عايزة إيه بقى؟ التنين ماتوا يا حبيبتي إيه؟ وأنا اللي باقية. إيه في إيه؟ ما تقعدوا شوية، عندنا ضيوف. ضيوف مين؟ ريم وعادل يا ست جبرية. أختي جوزك المرحوم يا جوجو. يلا يا جوجو الله يرحمه، يلا ربنا موجود ياخد الكل. أهو الله كريم ينتقم من الظالم. يا مرحب يا مرحب، أهلا وسهلا، نورت الدنيا والله. ازيك يا ست جبرية، عاملة ايه؟ وحشتيني والله. انتي ما بتسأليش عليا خالص. ولا انتي كمان بتسألي؟ أصلا زعلانة مني، بس أنا جيت لك برضه عشان أشوف مروان وأشوف أخباره وأعمل إيه، عشان تعرفي بس إن أنا قلب أبيض. أنت هتقولي لي فلة والله. طيب تعالي نقعدوا كده نتكلموا شوية ونسيبوا الرجالة مع بعضها بالإذن. تفضل يا أم. تعالي تعالي. أخبارك إيه دلوقتي يا مروان؟ الحمد لله زين، والشغل أحسن من الأول. طب عندك خلفيه عن اخر التطورات اللي حصلت ولا لا؟ كيف يعني؟ وانا في سريري؟ اقول لك يا سيدي، الناس جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان يخلصوا في كل حاجه ولازم يستلم. وانا جاهز. هي ريم هاني ما جاتلكش ولا ايه؟ ريم تقول لي عليها مروان؟ ما هي ريم ما تعرفش اللي انت بتعمله. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ريم مركزه في المنطقه اللي احنا بنحفر فيها اول ما احنا جينا البلد. ما تعرفش المنطقه التانيه اللي انت خلاص خلصت فيها وكلمت الناس عليها واتفقتوا على كل حاجة. أصل أنا ما كنتش مسافر بلعب يا مروان. أنت ده الوجه جاي عشان تلومني؟ خالص حبيبي، أنا جاي أطمن عليك وبعدين نتفق. ولا تحت أمرك. أنا عايز أخرج ريم من اللعبة خالص، أبقى أنا وأنت وبس. أنت عاشق ودايب فيها، ما هو اللي اتجوز اللي قتلت أبوه وينسى وعاشق ودايب في تراب رجليها. افهم من كده ان انت عاشق ناديه ودايب في تراب رجليها؟ ما انت عارف ان هي قتلت ابوك وسايبها عايشه لحد دلوقتي. مروان اسمع الكلام اللي انا بقوله لك كويس عشان الدنيا تمشي صح. انا مش عايز حريم في الموضوع، كفايه لحد كده. الدنيا هتقفل عليا وعليك وبس، مش عايز زحمه، مش عايز هري كتير. طيب وحسن؟ انا اتصرف معاه. حسن في دماغه كلام كبير وكتير. حسن طيب وانت عارف الكلام. كان كان طيب يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها كان. اسمع الكلام اللي انا بقولك عليه، الطيب بيفضل طول عمره طيب، والقوي اللي بيقدر ينفذ كلمته قوي وهيعرف ينفذ كلمته. انا عارف انا بقولك ايه كويس. طيب وعصام باشا؟ لا عصام ده حاجة تالتة خالص، ده عايز قاعد على رواقة، لان انا ما بحبش الزحمة، عندي مشاكل معاها. الزحمة بتخلينا نخبط في بعض يا مروان وما نحبش بعض، والريحه تفوح قوي، والريحه دي بعد كده بتبقى وحشه. ولا انت شايف ايه؟ ربنا يستر عليك وعلينا.